بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلقت الشوط السادس بمشاركة 10 جياد للخيل العربية لاصلة تكافؤ لمسافة 1200 متر. اندفاع قول الجياد ومحاولة التقدم للرفاع ريسنج من خلال عتيج في المركز الأول مع المدرب جاسم الغزالي ملك السادة رفاع ريسنج، والخيال أنس سيابي في المركز الثاني. تأتي المحاولات من الجهة الخارجية على ما يبدو لي هنا أبو سيليو بي رقم 7 من تدريب حمد الرجاني ملك السيد محمد خليفة الزويدي والخيال أرنولد لوبين، بينما شعلان الآن التقدم للمركز الثاني مع المدرب محمد الغزالي ملك السادة مربط الغزالي والخيال ماركو كازامينتو. الجياد هنا تقترب من المنعطف الأخير، إذن الرفاع ريسك في المركز الأول، في المركز الثاني شعلان، والمركز الثالث تقدم أبو سيليو بي، وأيضا محاولات مدراس رقم 8 من الجهة الخارجية، بينما من خلفهم طامح وبطاش دوفوست ومبادر. الجياد بعد الانعطاف الأخير والتوجه نحو خط النهاية نشاهد وإياكم رقم 7 والتقدم من الجهة الخارجية للسيد محمد خليفة السويدي، ولكن هنا المحاولة تأتي كذلك من بقية الجياد. عتيج في الصدارة أكبرهم سنا في المركز الأول عمره 10 أعوام، والبحث عن الانتصار في هذا الشوط، ولكن محاولات مستميتة لرقم 7 عتيج، محاولة لخطف الصدارة عتيج، هذا جديد في هذا الشوط والفوز بالشوط الخامس من نصيبه. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا عتيج لعمره 10 أعوام يتفوق على بقية الجياد مع الخيال أنس السيابي والمدرب جاسم الغزالي، كما شاهدنا وياكم لرفاع ريسنج، وشاهدنا وياكم منذ بداية هذا الشوط والتفوق لعتيج كان في محاولات قوية جدا من أكثر من راس من خلال الشوط السادس. إذا الشوط السادس من نصيبة شاهدنا وإياكم مشاهدينا متابعين الكرام، هنا المحاولات تأتي من رقم 7 وكذلك بطاش دوفوست من الجهة الخارجية بشكل قوي جدا، ولكن رقم 3 عتيج. And the official results for the sixth race of the evening, the winner horse number 3, Atij Omar Arafar Racing, trained by Jasim Al-Ghazali, ridden by Anas Al-Serbi. Second horse number 1, Batash de Faust, Omar Abdullah bin Mohammed El Atiyah, trained by Ahmed Kabesi, ridden by Jefferson Smith. Third horse number 7, Paselope, Omar Mohammed Khalif El Suwaidi, trained by Mohammed El Jahani, ridden by Arnaud Delapine. Fourth horse number 2, Tama, Omar Ahmed Mubarak El Kuwari, trained by Zuhair Mohsin, ridden by Sofian Sadi. And in fifth place, horse number 6, Murjan, Omar El Shagab Racing, trained by Eric Lamartinel, ridden by Stefan Mazur.